هي منطقة صحراوية ساحرة تقع جنوب البياض، منطقة غوري بريزينا، التي استطاعت بمناظرها استقطاب عديد السواح والزوار من داخل وحتى خارج الوطن، بحيث باتت قبلة سياحية بامتياز. احنا جروب توريستيك جايين من جزائر العاصمة. السياحة الداخلية تاع بلادنا راهي في تطور مستمر. منظر الجبال، جينا من ولاية جرفاء وجينا كما هذه البلاصة كما تشوف فيها، الله يبارك. جينا رحلة سياحية، جينا من ولاية جلفة، جينا هنا على أساس رحلة سياحية، إطار سياحة وترفيه. منطقة الله يبارك كالم كما يقول، كالم وتعراحة. كما ساهمت المنطقة في بعث نشاطات أخرى، وباتت مصدر دخل لعديد الشباب البطال كبيع الشاي وحتى الحطب. أنا جايني هنا في الموسم هذا نبيع الحطب بأثمان مناسبة. الفكرة قالوا راهم يجوا هنا، يجبنا الحطب، وفرنا لهم الحطب هنايا. تشوف فينا الحطب، الدخان، لا تاي، تشوف كل شيء. لا هذا المعلم راك تشوف نعاونوا في رواح. كما كان لها دور أيضا في إبراز الموروث الصحراوي الأصيل من خلال تظاهرات حملت اسم المنطقة كسباق المهارة بمشاركة عديد ولايات الجنوب. مهرجان القور الطبعة الثامنة لسباق المهاري، كانت عدد المشاركين 25 متسابق، المجموعة الأولى فيها 10 متسابقين والمجموعة الثانية فيها 15 متسابق. كانت مشاركة متواضعة وأحسن من الدورات السابقة. الولايات المشاركة كانت عندنا ولاية أدرار، ولاية تيميمون، ولاية ورقلة، ولاية غردايا، ولاية المنعة. بريزينا أو أريزونا الجزائر كما يحب مرتادوها تسميتها، منطقة سياحية بامتياز استقطبت عديد السواح من داخل وخارج ولاية البيض وحتى من خارج الوطن، حيث توافد العديد من العائلات لقضاء أوقات ممتعة هنا. يبقى فقط التفاتة من الجهات المعنية قصد النهوض بالسياحة المحلية. كان معكم مصطفى مسعدي من منطقة البور بريزينا جنوب البيض.